قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي فتح تحقيقاً بشأن شبهات بتسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر. وأوضحت الهيئة أن الشباك يشتبه بتسرب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل ضد دول معادية. وأضافت أن قراصنة الإنترنت الإسرائيليين تسببوا بكشف عمليات سرية للاستخبارات الإسرائيلية بدلاً من تحقيق أهدافهم. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن محاولة قراصنة الإنترنت اختراق أهداف بعدة دول دفع الدول المعنية إلى تعزيز تحصين الأهداف التي كان من المفترض مهاجمتها.